اليوم نحييكم من مدينة ويتي في الجزيرة الخضراء في بيمبا هنا في زنجبار. حلقة اليوم الحقيقة هي حلقة فيها رائحة التاريخ، فيها العبق المتبقي من زمن سلاطين البوسعيد، ولكن ليس في القصور وليس في المتاحف، وإنما في بيت ضيفنا في هذه الحلقة الذي سنتعرف عليه وسيرينا بعض المقتنيات فقط، بعضها يعني من الصعوبة أن نصل إليها اليوم، يعني موجودة في المخازن وكذا، لكن ممكن نشير إلى بعضها لنأخذ فكرة عامة. ضيفنا وضيفكم في هذه الحلقة هو الأخ أحمد بن عبد الله الجابري، وبنتعرف على هذا الاهتمام اللي عنده. وبداية أرحب به أحمد، كيف الحال؟ الحمد لله، عساك بخير. الحمد لله، يا مرحبا بك، الأولاد والجماعة. الحمد لله، يا بنعمل الحمد لله. أخبار سفر؟ بخير الحمد لله، زين الحمد لله. الجماعة ما حد شاكي، بس بنحاول نعرف المقتنيات اللي عندك. نعم. وتاريخها وهذه الاهتمامات اللي معك إن شاء الله. تفضل. لا تقدم مندل. أوه أوه أوه، هذا أول شيء. هذا أول شيء على الباب. على الباب، نعم. زين، عاد هذا ما يحتاج تعريف، هذا مندوس. مندوس لكن ما مندوس عادي، ذا مندوس كبير واجد. السيوب الوالد أصل أنا لقيته عنده مخلف لك يا شايب. هاي وعايزينه هنا. زين، شيفتك إنه جديد. ما جديد، إنه تو هذا مسوي له حل. جالس تجدد ومصفلنا بالبراس، إنه كل بعد 3 أشهر نصفيه. عشان يبقى كذاك. إيه، يبقى يعيش من مدة كبيرة وكبير واجد. عشيت أنفار يرزقهم. إيش من خشب فيه هذا؟ هذا في سمسم ساج، وداخل داخل في. أنا أشوف كثير في مكانات واجد. كأنه في أسرار. كأنه أسرار، ما أنا في نقول كمهنة أتفلك هنا. أيوة. وتشوف أنت آخر هنا. لكن شيء هنا غطى مخلاي معي على مكان يصدموا عليه إنه شيء يصير إلى تحت. إذا فعلا في أسرار. أيوة، بعض مكانات واجد. عارف لي الناس القديمين كل شيء يصلحوا بالسر. يعني وتو هذا المندوس نبغى نعطي اسم، إن الاسم الذي نبغى نعطيه سر الأسرار. بغيت تسميه انت؟ اني سمي سر الاسرار. هو معروف ان مع اهالينا اخواننا يقولوا ذاك انه شيء اشياء من كل مكان. تفتكر حد اليوم يسوي كمثل المندوس؟ ما اظن انه هذه اليوم اللي حان هذه المنج ما يتحصل. زين، تبيع؟ ما ابيع. انه انا اعطيك. لا 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 لا، حلم انا كان اشياء قديمه مخلينها انك ما وقف، انه ما تبى تبيع. ما ابيع، تبغى تخليها للتاريخ. الى تاريخ يجي يراث كما رثت مع الوالد وجدودنا. بتورث اولاد. ايوه تمام. انه اذا كان طمعت ما يبقي علينا، صار يجي عندي يبغي هذه وهذا. قتلهم لنا محل. شوفوا كل يوم يجي. نوبا نقول لك لا تبيع. ما ابيع ان شاء الله. غير حال عمان. عمان اودي لك وزارة التراث. كنت اروح عندهم واودي لهم كتب، لكن بعدين شفتهم ما ساروا معنا الكتب. ما تواصلوا معاك بشكل جيد. يواصلوا يجيوا عندي وكتبوا ودي لهم، لكن شيء أمانة وديت هنا يخرجوا في بطبع نسخة نسخة. أيوة.
وارجع حل علي حل رعيتهم كتب النسخ هذيك ما اعطيوني. قلت انا ما اروم ان انسان عاد شايب واكذب على الناس. الاصل ما رجع العصر بغيته يكونوا عندهم. نعم العصر بغيت يكونوا عندهم لكن بغيت اقل شيء انت النسخه مالك النسخه الكوبي هي. هذا كلام موجه لوزارة التراث والثقافة الموقرة. زين هذه القطعة إيش؟ هذه أول كان هنا في الجزيرة يخليوها يمتوصل وقت إذا كان وقت الشغل ملز كان هندي هنا فوق كان عنده هذه ما أعرف من كم سنة كان هو ما محصلينها. زين ويوم وقت شو عمل ماشي صيح يصيحوا بها صافر مثل صافرة الانذار. هيوة هذه لا زالت في زنجبار إلى اليوم. نعم هيوة في زنجبار وقريب المغرب. هيوة وكذلك إعلان بداية اليوم ونهاية اليوم. هاي بعد انقلاب هذه من نفس القطاع نفس القطاع وخلاف بعدين بعد انقلاب زين ما بقي شيء وأنا خذيتها من عندهم أبوي خذها وأنا حظنها بس ما هذه قطعة وشيء هذا المو يعني أنت الغريب تحتفظ بقطع يعني حتى ما هنا ما تجي على البال يعني هاي وين نعم حتى هنا شيء حاجة كما زين مدفع مدفع مال زمانك صغار هذاك هذاك وين ما شاب ما يثبتوا عندك هذا واقف هي صغير وأشياء غير قديمة واجد ثارس عندك هذا شغل انواع واشكال اشكال اشياء. هذا المدفع من هين جبت المدفع؟ هذا المدفع كان اول في الحكومه ابوي كيف ما عرفتك حصل هو زين وانا حظنه ابوي وانا كذلك سيت على سيره ابوي وحفظته. هي. انت كثير من الاشياء هذه وارثنها وارثنها مع الوالد وجدودنا كانوا هناك يسيروا الشاب دوبه كان عنده نفس الاهتمام بتاعك يحافظ على شيء. نعم حقيقة يحفظ هو. أشوف شيء جميل بعد هنا. هذا الباب هذا الباب من بيوت سيد من القصور يعني من القصور هذي من أي قصر تعرفه؟ القصر ما البحر اسمه بعد بيت الساحل بيت الساحل لكن اللي بعد بيت العجائب بيت العجائب والثاني شي بيت في درجة على البيت وبيت هي 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 شايفين معروفة بس هناك شيء الجسر بين من خواص من خواص السيد الحرمة واحدة مسكينة الله يرحمها ذكر حي وما حي الله يعني هي وصلنا عندها ونسير وهي توصين هنا في الجزيرة وديلها الوصايا اللي تريده وشفت الباب هذا قتل الباب هذا عجب وخذيت الباب هذا قتل هذا الباب أبغاه طلعته إنه قتل هذا هي سكتت سكوت وبعدين ما شاء الله ما بغت تردك إيه ما سكتت سكوت إنه بعد مدة قال أحمد هينو ومعروف إنه هموني ما بيته زين هذا ما بيته هينو أحمد ما بيته إيه راعي الخواتم ايوه لك معناها؟ اي نعم زين بعدين سبحان الله ايش كنت بيختم ابوه؟ لا كنت ابوي يلبسني تلبس واجد اي طبعا زين سبحانه وتعالى جعل الباب هذا وصي من شماقي يصير عنده واحد قال ما بيتي ما شفته من مده طويله سالت عنك اي يوم سالت عنك قالت له دعي يجي انك توصيني ايش اودي لها ما اصير قال انت كل يوم تجيب لي شيء كم حالك؟ قلت له لا ما بيننا هي هذيك ما تسال شيء هديه باقي ولا لا تسالني قال لي سالت عن الباب بغيت الباب مالك ما جبت قلت له ما حصل جواب كيف اجي؟ مسكينه قلت لي طلع الباب دور باب ثاني وخلي وايام هذيك البيبان شيء في الباب ما كملته وشيء كما هنذاك كما هنذاك ما يكون لكن اليوم ندرى اليوم مكتب اي مكتب مال جرمان مكتب اي لك يبغالك اصلحه كبير هذا راعي كبير نوبل كبير الله نعم والكاتب اذا كان شفته قديمه وكرفاية قديمه بس والله وهذه منظر اللي خباتك اياها وايش الذي طلع هنا وفي تاج ضمن ورا هناك فلسفه كان فيها تاج القصر يعني هي تبغى غيوه لنا ما في شيء بس يشوفوني ضعيف
لا لا ما ضعيف انت. الفلوس بس الفلوس قوي بهالاراده وبهالهمه وبهالتاريخ يعني طول هالسنين ما شاء الله محافظ على كل هالاشياء يعني. نعم نعم. هي بس يبالك ترى مكان غير. امين. انت ناوي تسوي مكان؟ بغيت اسوي في البيت هذا الثاني بغيت اصلح. ايوه لا يحتاج. أيوة. يحتاج. هذه فلوس هذه؟ هذه فلوس نعم. فلوس قديمة. نشوف. شوفها. هذه قروش ولا؟ لا شيء أنا ما قروش. ما شيء بقروش هنا. قروش مقدار ترسات. إيش هذه؟ مقازيجة. مقازيجة. أيوة. أنا أقول ما أعرف تقرأها. شوف أنها كلمة غير عني. ما أيوة. أعرفها. هذه من هذه من جزر القمر ولا؟ هذه قازيجة يوم وقت السيد جاي من عمان على يخرج هذا من اسمهم هذا نصارى هذا. إيه. ولكن قازيجة اسمه قازيجة ولكن غير منها مو لامو. 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 أيوة. هذه دولة قازيجة. أيوة. أنا سمعت هذا الاسم في 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 جزر القمر. أيوة. حماية دول فرنسا ما والله ما أعرف إيش أقرأها يعني. هي المهم هذه من العملات لكن هذه ما من عملات زنجبار. لا 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 هذه بغيوها عندي أنا هذه ما عندهم. هي. ما عندهم هذا. 1301 هجري. أيوة. نعم. الآن عمرها يعني أكثر من 100 سنة طبعاً. زين. والأشياء الثانية؟ أنواع من أشياء. وتشوف. بس هذا قرش ولا؟ لا ما ماشي قرش هنا. ما قروش هذا. نعم. هذه بيسة وقت صحابة. هذه. هذه بتشوفها. هذه يبغالنا مختص يقرأها. نعم. من زمان ما صف ما يصف لي من مكاين. مبين ان هذا سك قديم سك يدوي. نعم. ايوه. تقول لي ان في عرض عليك في بعض الاشياء عرض عليك مبالغ كبيره. اي لكن ما ابيع. مثل ايش؟ ايش من عملات كانت عندك؟ من هذه الدراهم وغير الورق. اوراق عندي نوبه من الاوراق لكن بعيد انت وما طلع عليك. الالمانيه؟ ما الألمانيا أكثر. كم أكبر سعر عطوك في عملة؟ في عملة هذه ببغيوها من الجمن. ألمانية. ألمانيا. آه. أعطيوني لك مليونين دولار. مليونين دولار. أعطيوني. مشلينج. ها مشلينج. مليونين دولار. أيوة. وقلت لهم أنا مشرط إذا كنت عارفنا أنا وياكم الفلوس تخليوني في أكونت مالي ما أخذ في يدي. انه هنا فيهم حكايه. ما فيهم امانه. زي انت يعني انت بغيت اشوفهم. انت تقبل تبيعها يعني؟ ما نيت ابيع هذه. شوف هذه مو من بيت هذه مكتوب ففمك او مو. هذه حليانه مره واحده عاد ما بنشوف الكتابه وين. مالهين هذه؟ أظن مرجان من الأوبادي. شيء أنواع الفلوس. زين. أنت يبالك حد من البنك المركزي مختص كذا. إيه. ويجلس معاك هذه الجلسة بالذات. هذه قبيسة صغيرة معك لنا. زين.